إن هذه الآيات العظيمة التي استمعنا إليها من فضيلة الشيخ أبي عمر جزاه الله خيرا هي آيات الحج في سورة الحج. ودائما الحج مرتبط بأمرين في القرآن الكريم، يرتبط بالجهاد، فإذا ذكرت آيات الجهاد ذكر الحج. لماذا؟ لأن الحج جهاد أصغر. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النساء عليهن جهاد، قال جهادكن الحج، جهادكن الحج. وفي سنن ابن ماجه عليه على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. فهذا يدل على أن الحج جهاد، لأنه أشبه بالجهاد والمدافعة والاستمرار على العبادة. ولهذا قال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط حميد، ثم قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. طبعا في سورة البقرة قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله يعني في الجهاد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني بترك النفقة في الجهاد، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. انتهى الحديث عن الجهاد، جاء الحج، وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج مرتبط دائم بالجهاد في القرآن الكريم، ومرتبط أيضا بالتوحيد. ولهذا جاء في حديث جابر في صحيح مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، يعني التلبية، لبيك اللهم لبيك، تسمى التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.